الرياض كورين مراسل شبكة شاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتكلم عن آخر التطورات في محافظة إدلب لهذا اليوم. حلق الطيران الحربي صباح اليوم في ريف إدلب بشكل عام مستهدف عدة مناطق، حيث خلف في مدينة كفران بالمجزرة راح ضحياتها 4 شهداء بالإضافة إلى 12 جريحا بمختلف الإصابات بالإضافة إلى دمار كبير. كما قام الطيران الحربي باستهداف قرية كفر روحين ومنطقة السجن المركزي المحرر غرب مدينة إدلب. كما استهدفت الطائرات الحربية عدة أماكن في جبل الزاوية، ورغم استهدافها بالمضادات الأرضية من قبل الثوار إلا أن ذلك لم يمنعها من تنفيذ تلك الغارات على ريف إدلب المحرر. في ريف إدلب كذلك قام الجيش الأسدي المتمركز في حاجز الكنسروة باستهداف مزرعة مارتينو التي تقع غرب مدينة إدلب ب6 كيلومتر، حيث أدى ذلك إلى ارتقاء 3 شهداء من عائلة واحدة بالإضافة إلى جرح باقي أفراد العائلة نتيجة القصف الذي طال تلك المزرعة. في ريف معركة نعمان وعلى جبهة بسيدة حاول الجيش الأسدي التقدم والتحرك من حاجز بسيدة وحاجز الهنجاك باتجاه الغرب في محاولة الالتفاف على الثوار المرابطين على تلك الجبهة، وكان لهم الثوار بالمرصاد حيث تم التصدي لهم وتم القتل العديد من قوات الأسد المترافقة مع قوات الشبيحة، واستطاع الثوار تفجير سيارة فيها 3 عساكر تم قتلهم جميعا. ردت قوات الأسد باستهداف مواقع الثوار بالشركة حيث أدى ذلك إلى استشهاد فراس إبراهيم وعوض إبراهيم الدرباس بالإضافة إلى بعض الإصابات في صفوف الثوار، وتم السيطرة من قبل الثوار على تلك المنطقة ودحر الرتل الذي حاول التقدم على مواقعهم. في شمال جبل الزاوية قام الثوار باستهداف حاجز القياسات الواقع على الطريق العام بين أريحة ومحمد، تم استهدافه بقذائف الهون. فيما قام قوات الأسد المتمركزة في حاجز المعصرة في محمد بقصف على قرية بسامر حيث طالها قصف بمدافع الكوزيكا أدى إلى دمار بعض المنازل في تلك القرية. هذه آخر التطورات لحد هذه اللحظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.